القبول ده هيعطيك سلام، هيعطيك محبة الناس اللي حواليك، مش هيخليك رافض ولا متضايق. القبول ده بيشبهك بالمسيح، تبقى زي المسيح بالظبط الذي أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى المسيح زي ما هو أطاع الآب السماوي واستحق أن يسمع هذا الصوت، أنت ابن الحبيب الذي به سررت. ربنا بيقول كده لكل إنسان بيقبل في حياته، أمر ربنا سمح له بيه أو ربنا حطه فيه. كان عندي بنتي من بناتي كان عندها كانسر، وكانت في آخر أيامها، ورحت أزورها مستشفى السلام في المهندسين، كانت في آخر أيامها. عايز اقول لكم ان كانت في الايام دي، يعني سامحوني، كانت عامله زي الورقه كده، زي الخلقه الدايبه. وبعدين بقول لها، انا هقول اسمها اللي راحت السما خلاص، بقول لها يا امل انا شايفك يا بنتي شايله الصليب ورا المسيح. الكلام ده حصل من 10 سنين. كنت فاكره هتقول لي اشمعنى انا، ليه انا؟ لما لقيتها بتقول حاجه جميله جدا جدا، قلت لها وانا استاهل يا ربنا؟ انا استاهل ان انا أشيل الصليب ورا المسيح؟ يبقى القبول والخضوع يجعلك تتشبه بسيدك الذي أطاع حتى الموت، موت الصليب.